صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم. ضيفي في هذه الحلقة رئيس موقع سفير الشمال الأستاذ غسان ريفي. صباح الخير أستاذ غسان وأهلا وسهلا فيك. انعقد اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان بمشاركة عدد من ممثلي الدول الخمس، وانتهى إلى فشل ذريع بسبب انقسام أعضاء اللجنة، خصوصا مع ظهور سجال قطري فرنسي ونهاية الاجتماع دون إصدار بيان ختامي. ممثلة الولايات المتحدة باربرا ليف طلبت من فرنسا وضع وقت محدد للفراغ الرئاسي، أما السعودية فأشارت أن بلادها مستعدة لمساعدة لبنان عندما ينتخب رئيس للجمهورية. أما الكلمة العالية السقف فكانت لأمير قطر قائلا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: الخطر أصبح محدقا بمؤسسات الدولة في لبنان، ونؤكد ضرورة إيجاد حل مستدام للفراغ السياسي وإيجاد الآليات لعدم تكراره وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني. طبعا حول الملف الرئاسي وأيضا ملفات أخرى سيدور البحث معك أستاذ غسان. خليني بلش باجتماع اللجنة الخماسية اللي كنا ننتظر يعني أو نعول كثيرا على هذا اللقاء، وخصوصا أنه يأتي بعد جولة لودريان في لبنان الثالثة، واللي انتهت يعني مثل سابقاتها ما كان في أي تقدم إلا أنه الإصرار على الحوار. اليوم هذه اللجنة وهذا الاجتماع إجا سريع جدا، لم يدم أكثر من نصف ساعة مثل ما تابعنا وعرفنا كلام المندوب الأمريكي أن المبادرة الفرنسية يجب أن يكون لها وقت زمني محدد والسقف يجب أن يحدد. كيف شفت هذا الاجتماع وخصوصا أنه كان فيه انقسامات وأتى يعني دون صدور بيان ختامي، لماذا؟ صباح الخير، أول كل تحية لك أمل لكل مشاهدي الـ MBN. أهلا وسهلا. يعني للأسف يبدو أنه نحن عدوى الخلافات اللبنانية انتقلت للجنة الخماسية. فعم نشوف صرنا نفس الانقسام اللي موجود بلبنان عما يكون باللجنة الخماسية. عديناهم بدل ما يعدون. طبعا طبعا، ما هيدا العدوى، نحن ما حدا بيجي بيشتغل معنا أو بيشتغل يزبط الوضع بلبنان إلا ما بينعدى من هيدي الخلافات ومن هيدي الانقسامات للأسف. فنحن أمام يعني حالة يبدو ميؤوس منها بالبلد، صارت هي عم تصدر الانقسامات بدل ما تستقطب الحلول. يعني طبيعي هيدا الأمر كمان صاير في أمور صايرة بالمنطقة هي بتفرض نفسها على اللجنة الخماسية، بس هذا الأمر بيشير إلى تعقيدات البعد الخارجي للملف اللبناني. بعد هالقد تعقيدات الخارج اليوم، يعني عم نشوف واضحة. في إن يعني إيجابيات حصلت بالآونة الأخيرة بكثير من الملفات، يعني للأسف لازم تنعكس شوي علينا ولكن ما انعكست للأسف. ايه نحن يعني ما بعرف ليش صايرين عصيين على التأثير، يعني لما بيختلفوا فورا بتوصل لعنا التداعيات، لما عم يتفقوا ما عم نقدر نحصد الإيجابيات. يعني نحن لا قدرنا استفدنا من عودة سوريا إلى جمع الدول العربية، لا قدرنا استفدنا من التفاهم السعودي الإيراني. يعني نحن صايرين مثل البلوكي، وبعدين ما بقى حدا عم يقدر يجي يأثر على الواقع المعاش. لذلك نحن اليوم وجدنا، يعني أنا برأيي في عملية شغب كانت أمريكي بشكل واضح على الفرنسي منذ البداية. يعني عملية مش شغب، يعني الفرنسي الأمريكي مش راضي عن الدور الفرنسي اللي عم يلعب، وبعتقد يعني الفرنسي كمان يعني عم ياخد الوقت بشكل طويل جدا، في حين انه المطلوب دوليا وعالميا وحتى اقليميا من خلال الاستحقاقات اللي عنا انه نحن يصير عنا رئيس جمهورية.
نحن يعني صحيح طالبين الاستقرار بعد بعد 40 او 35 يوم لازم يطلع عنا نتيجه التنقيب. صح. طيب اليوم اذا طلعت نتيجه التنقيب وكان عنا نحن غاز ونفط، طيب كيف بدها تيجي شركات تستثمر ببلد لا في رأي جمهورية وعايش على كف عفريت وكل يوم عنا أزمة طائفية ولا سياسية ولا أمنية شكل؟ فمشان هيك اليوم المطلوب الإسراع، والفرنسي روحه طويلة بهذا الإطار، ونحن شفنا بأنه المبادرة نحن طلعت يمكن فشفنا أنه المبادرة الفرنسية أطلقت منذ اليوم الثاني ل تفجير مرفأ بيروت، وحتى الآن بيروح لدريون وبيجي، لا في ضغط مثل الخلق، لا في حل مظبوط. إجا لدريون تبنى مبادرة الرئيس نبيه بري، حاول إقناع الناس فيها أو النواب فيها، لكن بعد قبل ما يسافر بآخر لقاء حاول القفز فوق تحويلها إلى تشاور وإقامة حلقة تشاور بوصاية فرنسية، يعني وكأنه هو إجا حكي بالحوار حتى يوصل للتشاور الفرنسي للتشاور. ولكن حتى هيدا التشاور هل قدر يوصل له اليوم؟ لا يعني؟ لذلك لذلك لما التقيت فيكتوريا نولاند على هامش اجتماعات الهيئة العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرئيس نجيب ميقاتي، كانت واضحة وصريحة أنه أمريكا مع الحوار اللبناني، وبالتالي يعني هذه كمان إشارة واضحة بأنه اللبنانيين مش بحاجة لحدا، وبأنه على اللبنانيين أن يركنوا إلى على الأقل إلى مبادرة الرئيس نبيه بري التي هي تشكل الحوار اللبناني اللبناني. طب ولكن يعني هذا الشيء وهذا الاجتماع اللي حصل هو كانت عم تطلب فرنسا أن يكون على مستوى وزراء الخارجية، ولكن ذلك لم يحصل، بل يعني أتى ممثلين أو ممثلون عن هذه الدول، لم يكن مثمرا هذا الاجتماع. أفهمت فرنسا أنها عجزت عن إحداث خرق فلتفسح المجال لغيرها. اليوم هيدي اللجنة أيضا عم بتقول أنه طرح أسماء مرشحين هو شأن لبناني بحت ولا توجه لفرض أي اسم، ولتأخذ الديمقراطية مجراها في أي جلسة انتخابية. اليوم يعني هيدا اللي نفهم من هذا اللقاء اللي جمعهم بالأمس، يعني قديش اليوم رح تفسح فرنسا أيضا المجال لدور آخر واللي هو على ما يبدو قطري. وأيضا سؤالي دغري رح يكون أنه قديش رح فينا نعول على هذه المبادرة القطرية أو التحرك القطري هذه المرة؟ أنا بعتقد ما في حدا رح ياخد محل حدا. اللجنة الخماسية يعني إذا بدها تنجح بدها تشتغل بعملية تكاملية مش بعملية تنافسية. يعني نحن اليوم ما فينا نلغي دور فرنسا. اليوم فرنسا هي اللي عمت يمكن من خلال توتال هي عندها دور كتير كبير بالواقع اللبناني وبموضوع النفط وما إلى ذلك. اليوم السعودية ما فيكت كمان يعني تخففي من دورها، هي اليوم لجمعة النواب السنة واللي هي دائما تقف إلى جانب لبنان يعني. طبيعي عادة تفعيل مش من دون لا ضغط لا ولا 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 تسمح، ولكن تظهر يعني هيدا من خلال يعني جمع النواب طبعا بسفارة. يعني ولا القطري فيك تلغي دوره ولا الامريكي فيك تلغي دوره، ولكن يبدو بانه حتى تركب سيبه رئاسه الجمهوريه عاده تركب بثلاث اجرين اللي هي امريكا ايران والسعوديه. حتى الان ما في سيبه ناقصه، هيدا بدك تنقول لك حتى لا لا تركب تركب من هالركائز الثلاث ناقصه. بعتقد بثلاث ركائز موجودين هو ثلاث ركائز، يعني قصدك اليوم يعني قطر تعبر عن ايران يعني امريكي شو؟ امريكي ايراني سعودي. وما تبقى هو يعمل على تركيب هذه. طب ولكن اين الايراني بهذه اللجنه؟ اليوم البعض كمان عم بيقول انه هذه اللجنة هي بصوت واحد وموقف واحد يعني وطرف واحد. اليوم الايراني غير موجود وهو لاعب اساسي ايضا. الايراني غير موجود شكلا بال مضمونا،
ولكن بالمضمون ما حدا بيقدر يعني يتجاوز الإيراني. الإيراني عنده حضور، وأنا من أكثر من 6 شهور من وقت أول اجتماع ان اجتمعت فيه اللجنة الخماسية قلت 5+1. يعني ما حدا بيقدر اليوم، أكيد بلبنان الكل بيعرف انه قديش التأثير الإيراني موجود، مثل التأثير السعودي ومثل التأثير الأمريكي والفرنسي. ولكن اليوم حتى تركب هيدي السيبة في ناس عم تشتغل، حتى الفرنسي مش هو ركيزة بهذا الإطار، الفرنسي وسيط والقطري وسيط. يعني اليوم القطري قد يعمل على يعني تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران في الملف اللبناني، أو ربما حتى مع بين أمريكا والسعودية بالملف اللبناني. واليوم لأنه في تفاهم سعودي إيراني قطع شوط كبير، بعتقد الأمريكي مش مبسوط من هيدا التفاهم. فطبيعي هيدا الشغب بده يجي. وين بده يجي؟ بده يجي شوي باليمن، شوي بلبنان، شوي بسوريا، مثل ما شفنا هلأ كمان مؤخرا كيف السعودية خففت تمثيلها بسوريا. ولكن يبدو بأنه يعني امبارح شفنا حتى على صعيد التطبيع الرياضي امبارح نادي الهلال بإيران وبحفاوة مطلقة وبالغة. حتى وكان في يعني اليوم في السعوديين عم يشتغلوا على كذا محور يعني، والأمور مع ماشي الإيراني يعني. الأمور ماشي. نحن يعني حتى الآن للحوثيين بالسعودية تماماً أيضا تماماً. يعني وقت حتى الأمير وقت الحاج محمد بن سلمان، حتى وقت الحاج كانت مفتوحة الأبواب صح على مصراعيها. هيدا للأسف هيدا التقارب السعودي الإيراني نحن بعدنا ما عم نستفيد منه، ولا عم نعرف نستفيد منه. ولأنه في معارضة أمريكية، معارضة أمريكية للتدخل الفرنسي بهذا الشكل. أنا برأيي الفرنسي وجد الطريق أمامه مفتوحة، لأنه الأمريكي كان عنده ملفات ضاغطة انكفأ فيها شوي عن لبنان. اليوم الأمريكي رجع على لبنان ورجع بقوة. صحيح يعني، وخلال موقف الأمس لباربرا ليفي يعني عم بتقول فيه أنه طلبت من فرنسا وضع وقت محدد للفراغ الرئاسي، يعني كان موقفها كمان الفرنسي انه صرنا 3 سنين نيح. يعني انه كمان ما بقى لإمتى بدنا ننتظر؟ يعني الامريكي يمكن بهيدا الشيء معه حق انه نحن صار. مشان هيك الامريكي هو يمكن بده يسرع العمليه الانتخابيه. فبعوده امريكا الى الملف اللبناني، من الطبيعي أن تضع شروط على فرنسا، أن تدخل قطر إلى يعني إلى جانب الفرنسي. ولكن بالنهاية القصة مش سيئة لهذه الدرجة. يعني للأسف نحن بالإعلام بنشوف أنه مثل امبارح وكأنه في بعض الإعلام كان قاعد بالجلسة وشاف شو انحكى وكان موجود معهم ويمكن استصرحهم. ما حدا بيعرف هذا شو صحيح. صار باللجنة الخماسية. صحيح، ولكن يعني بيّنت الأمور أنه الأمور ما كان في شيء مثمر أوكي. يعني أو جداً بس نحن يعني حتى ما طلعوا بيان ختامي يعني كمان ما اختلف في يمكن كانوا متفقين ما يطلعوا بيان. هلأ نحن عم نحكي كل هذا الكلام بالتحليلات. مش بالتحليلات، بالتحليلات وبكثير من التأويلات وبكثير من التمنيات. يعني اليوم إذا بتلاحظي كل الملف اللبناني يدار عبر وسائل الإعلام وضمن التيارات السياسية بحسب التمنيات السياسية. كل واحد كيف هوى بيطلع بيلاقي أنه هيدي بيركب عدم يعني عدم مثلا صدور بيان امبارح عن اللجنة انه خلصت المبادرة الفرنسية طار سليمان فرنجية يعني كل مين عم يحاول يرتبها بحسب منظاره هو. طيب. في حين انه الامور لا منا هيك. اللجنة الخماسية ما تزال موجودة. اجتماع امبارح بنيويورك يؤكد بأن هناك اهتماما دوليا وأقليميا. أي اهتمام على صعيد ممثلي يعني الدول؟ يعني كان مفروض يكون في شوي نوع من التمثيل الأكبر، يعني مفروض كان يكون على مستوى وزراء الخارجية. ما كتير هذا الأمر البعض عم بيقول ببين. أيضا كمان اجتماع عبر الممثلين والمندوبين والموظفين الكبار وكذا
كمان بيدل على استخفاف كتير كبير يعني بهذا الموضوع. هلأ لما كمان بدك تشوفي مين قال ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي، كمان نحن ما عم نعطي قيمة لحالنا بلبنان ونحن اللي ناطرين الدور تبعنا. لما نحن بكرة فينا نروح على الحوار اللي دعا له الرئيس بري وننتخب رئيس جمهورية ونفرضه نحن على اللجنة الخماسية، بينما اللجنة الخماسية ما بتقدر تفرض رئيس علينا. نحن اليوم فينا نقرر إذا بدنا نكون فاعلين ولا ما بدنا نكون فاعلين. نحن اليوم بدنا نقرر إذا بدنا نوقف بالصف وننتظر الدور. طيب هاي مبارح مثلا ما طلع بيان، ما عرفنا نحن شو اللي حيصير بالملف الرئاسي، في حين يبدو أنه في ملفات إقليمية ودولية أكبر بكتير من الملف اللبناني ممكن توضع على الطاولة ويجي انعكاسها على الملف اللبناني، وبالتالي نحن الملف اللبناني يروح لمن سيربح في هذه الملفات. يعني بدنا نضل ناطرين هيدي الانعكاسات أو يعني. أو يكون لبنان عبارة عن بونس لمن سيفوز في المنطقة أو مين حتجي التسوية لمصلحته. نحن طالما أنه رضيانين هذه التيارات السياسية وهذه القيادات السياسية، طالما أنها رضيانة أنه هي توقف وتنتظر وتنتظر دورها، فبدأ تنتظر كتير حتى تخلص ملفات المنطقة ويفضولها. بينما أي حركة صغيرة يعني. أي حركة صغيرة إيجابية ممكن نحن نقوم فيها بهذا الإطار، أنا برأيي منفرض رأينا على اللجنة الخماسية ومنفرض رأينا على العالم كله. طيب صحيح، كنا ناطرين اجتماع نيويورك، على ما يبدو خلص اجتماع نيويورك وما أدى إلى أي شيء مثمر، بالتالي أكيد رح نرجع ننطر زيارة لودريان، وخصوصا أنه وعد بأنه يمكن بآخر الشهر، ما رح يتأخر كتير هذه المرة. بده يجي يشوف شو عملوا الشباب بالكيادو فاكونس اللي بعت لهم. طيب أوكي، تنشوف إذا عملوه ولا ما عملوه. المهم المصادر الفرنسية تحدثت عن أنه الاتفاق تم مع لودريان على شكل الجلسات الانتخابية التي تلي نقاشا سياسيا يفترض أن يحصل في البرلمان. يعني هذا ما انتهى إليه إذا بدنا نقول، أو ما انتهت إليه زيارة لودريان الأخيرة، وقالت أنه الاتفاق يقول بأنه الجلسات الانتخاب رح تكون مفتوحة بدورات متتالية وبنصاب مكتمل وفق ما نصت عليه المادة 49 من الدستور. شوفي هل قديش هل بالفعل يعني هذا ما خلصت إليه زيارة لودريان؟ قدي نحن رايحين إلى هذا الحوار، أو بتلاقي أنه التصلب بعده هو ذاته ما قبل لودريان وما بعده؟ ليك نحن أمام معادلة الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة. صح، خسرنا بالفعل عن جد. الحوار قبل الانتخاب أو الانتخاب قبل الحوار؟ قبل الحوار. طيب لو نحن فينا نروح ننتخب رئيس جمهورية والمجلس في حال اجتمع بدورات متتالية ومفتوحة بيقدر ينتج رئيس، ليش بدنا نروح على الحوار؟ نحن لو بيدلوا 100 سنة قاعدين بقلب جلسة مجلس النواب، بنفتح جلسة ومنسكر جلسة وبنحصي أصوات وبنرجع بنفتح صندوق الاقتراع، ما حيطلع عنا رئيس، لأنه نحن حندل مثل ما نحن بظل تصلب المواقف والانقسامات الموجودة. لذلك كان الرئيس نبيه بري واضح، هو أطلق مبادرة متكاملة، ومن سواك بنفسه ما ظلمك. وبالتالي لو منجي نحن منحط بهيدي المبادرة قد ايه اخذ فريق الرئيس بري وقداش اخذ المعارضة، سترجح كفة المعارضة، لانه الرئيس بري اعطى المعارضة بهيدي المبادرة اكثر مما اعطى كيف فريقه. كيف اول اعطاها شغلي. اكثر؟ حقلك كيف. اول شغلة بدك تقنعهم هيك يجوا على الحوار. اول شغلة لما الرئيس بري حكي عن الحوار ما ذكر ولا اسم مرشح، صح؟ فبالتالي لا ذكر سليمان فرنجية ولا ذكر حدا غير وهي سليمان. وهي كانت ملفتة بكلمته بآخر كلمة ألقاها، إنه البعض علق على هذا الموضوع تمام. إنه ما ذكر أي اسم مرشح. الشغلة الثانية طرح معادلة لا إتمام للاستحقاق في ظل فرض رئيس أو فيتو على رئيس. يعني كمان هون عم اقول لك من سواك بنفسه ما لا انا بفرض عليك رئيس ولا انت بتحط علي فيتو على رئيس. هي صرنا شغلتين لمصلحه المعارضه.
الجلسات المفتوحه. لا بس كمان قالوا ما في فيتو على رئيس، ما في فيتو على رئيس، خلينا نسوي يعني تماما منا لمصلحه المعارض. هو بالاساس ممنوع حدا يحط حظر على، يعني ماني فهمان انا اليوم في تيار سياسي عنده او في فريق سياسي عنده مرشح، هيدا حقه. مين قال انه عم يفرضوا عليه؟ لو بده يفرضوا عليه صار سليمان فرنجية من وقت ما خلص عهد الرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية. لو بالفرض مني فهمين كيف بيطلعوا بيقولوا بدهم يفرضوا علينا رئيس. اخر الكل انت ما عم تنتخب هذا الرئيس وصرنا عاملين 12 جلسة. وليش حاطين اليوم شرط اسقاط اي مرشح او اسم اي مرشح للمجيء الى هذا الحوار؟ ما هني حاطينه شرط كمان. مين اللي حاطط المعارضة انه ما بدهم يجوا على الحوار لانه الطرف الاخر جاي وعنده طيب مرشح. طيب ما هني عندهم جهاد ازعور. طيب يجوا بجهاد ازعور على على الحوار. بس خلينا نكمل مشان ما نضيع الفكرة. فالرئيس بري لم يسمي اسم مرشح، طرح معادلة لا رئيس بالفرض ولا رئيس بالفيتو، وعطى الجلسات المفتوحة والمتتالية يلي هو مطلب مزمن للمعارضة. كل ما بنطلع من جلسة بيطلعوا نواب القوات نحن نطالب بكذا، نجاة صليبة وملحم خلف صارون 220 يوم قاعدين بالمجلس النواب للوصول إلى هيدي الجلسات. وبعتقد كمان انه اسا في عندهم، يعني هذيك المره نجات صليبه انه هي معارضه. طيب ما اجى الرئيس بري صرك 220 يوم ما بتنامي ببيتك، ليجي الرئيس بري يقول لك حنعمل لك جلسات مفتوحه، بتجي بتقولي انا ما بدي شارك مثلا بهذا الاطار. قالوا بدهم دورات مفتوحه وليس جلسات كمان، هيدا لعب على الكلام. الرئيس بري قال الرئيس بري يعني اذا دورات ولا انت يلي ولا بده يسهل الامور، يلي بده يسهل الامور بيسهلها وبيفهم دغري، بس يلي ما بده يسهل الامور بيعمل حاله انه هو منه فهمان هيدا الكلام وبيطلب توضيحات. الامور منها محتاجة توضيحات. الرئيس بري قال من اليوم الاول جلسات مفتوحة ومتتالية، يعني هيدي دورات متتالية صارت واضحة. وقال من من منتحاور بالأيام السبعة على الأقل ومنروح دغري. طيب اليوم منا قادرين نحن نجيب رئيس جمهورية من دون حوار. طيب شو الحل قدامنا؟ طيب بيقولوا لك هن كمان هذه الجلسات يمكن ما نوصل فيها لأي نتيجة ولا بس أي، انت واجباتك يمكن تتعرقل من أول مرة وبالتالي ما بيعود في دورات. انت واجباتك تروح أمام الشعب اللبناني. اليوم الشعب اللبناني انتخب بال 2022 مش للتعطيل، ما انتخب نواب مشان ما تروح على جلسات مجلس النواب. صحيح، ولكن الفرز اللي اجى فيه المجلس النيابي يعني طيب هلا نحن طيب هيدا الواقع اللي عندنا. هيدا الفرز ما بيخلي فريق يجيب رئيس جمهورية، لا عندك أكثرية ولا عندك أقلية. صح، وهيدا المعضلة اللي واقعين فيها. هيدا المعضلة، ولكن عندك حل واحد هو الحوار. خلينا نروح على الحوار. دكتور سمير جعجع بيقول لك انه الدستور ما بيفرض علينا حوار قبل الانتخاب. والله خلينا والدستور نروح مثل ما قلنا الدستور وننتخب رئيس جمهورية. الدستور ما بيقول ابدا انه اللجنة الخماسية تجتمع بنيويورك وتجي تفرض علينا، والدستور ما بيقول ابدا انه لودريون يجي ويجتمع فيه شخصيا ويقول له شو مواصفات الرئيس. يعني انه موافقين يعني فريق المعارضة او ما يسمون المعارضة. نفسهم بالمعارضة. يعني انا بدي اسال سؤال اكبر من هيك وغيره، عم بيقولوا لك نحن مش مع، يعني هني ما كانوا مع هذه المبادرة الفرنسية وانتقدوها كتير، يعني وانتقدوا لودريان وغيره. بالنهاية ما في شيء عم يصير، واليوم الدستور ما بيقول انه انت تطلع تقول انه انا اذا بده يطلع سليمان فرنجية بالهذا انا بدي عطل النصاب وبدي امنع رئيس جمهورية انه يوصل او مرشح انه يوصل. هيدي باللعبة الديمقراطية بتصير، بس ما بتصير بهيدي الطريقة اللي عم يحكوا فيها. اليوم هيدي المعارضة السلبية شو نهايتها؟ امبارح بجوني في مين حط دشمه وحمل سلاح وحط منيح ما مرقتلوش ما مرقلش سياره بالغلط لشي حدا، كان يمكن عملنا مجزره وعملنا قصه طويله عريضه. يلي صار بالكحاله نتيجه الشحن والتحريض، خلصنا بقى ارحموا هدول الناس. خلينا نروح على حوار، هذا البلد ما بيقوم الا بحوار. إذا ما رحنا عليه في هي يعني هيدي المعارضة السلبية عم تؤدي لتفكيك البلد. وعلى فكرة صار في طرح موجود بأنه نحن اليوم تفكيك البلد وإعادة بنائه هو أقل كلفة من إعادة ترميمه بالطريقة اللي عم تصير فيها اليوم.
بس نحن اليوم إذا تفكك البلد على قياس مين بده يرجع يوصل وعلى قياس مين بده يرجع يركب، وإذا من دل والله أعلم والله يعني. أعلم إذا بدنا ندل 15 سنة حرب جديدة، وهيدي من المغامرات يلي كانت تصير وقت الحرب، واللي انعكست سلبا على المجتمع المسيحي وانعكست يعني وانتزعت كثير من الحقوق يلي هن اليوم بيطالبوا فيها. طيب انا اليوم ما في حدا ماروني بيطلع الا ما بيحكي عن المواقع المارونية ويتباكى على رئيس الجمهورية ويتباكى على حاكم مصرف لبنان وعلى استعادة الحقوق، وبيقول انه نحن بكرة رايحين على قيادة الجيش بعشرة واحد. طيب ما في داعي نتباكى على هذا الموضوع كلياته، خلينا نروح ننتخب رئيس جمهورية طالما انتم معتبرين حالكم ام الصبي. ليش هالسلبية؟ فيك تعمل معارضة ايجابية، معارضة إيجابية معارضة. كيف يعني بأي مثلا طريقة؟ بكتلة التجدد النائب أديب عبد المسيح راح عند الرئيس بري طرح عليه مبادرة هو عم يعملها تقضي بأنه يكون جلسات مفتوحة ومن ثم الحوار. كان في نقاش واضح وصريح مع الرئيس بري، ويمكن ما اقتنع ولكن بالنهاية بادر. باتجاه طيب. الرئيس بري وبادر لإيجاد حل. ولكن أنا اليوم برفض الحوار، برفض المبادرة الفرنسية، طيب برفض الجلسات يعني المفتوحة. اليوم هن ما بينقصون، لوين بدي أوصل؟ ما اليوم ما فينا نقول ما بينقصون أنه الأفكار أو المبادرات يعني، ولكن هي المهم أنه أن تصل إلى نتيجة، مش أنه تضل بلا نتيجة. اليوم المبادرة الفرنسية واللي حسب ما نصت عليه المادة 49 من الدستور عم تقول أنه ينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. نعم. فاتت بهذه التفاصيل اليوم يعني، واللي هن اليوم كان عم بيكون في نوع من يعني اللغط حول انه اذا من الاول قد بيكون النصاب خلال الدورة الاولى، النصاب معروف، النصاب الثلثين على طول الثانية. يعني كانوا يعني عم ينلعب على هيدا هون المشرع الموضوع. هو المشكلة انه المشرع وضع الأمور على أساس أنه التيارات السياسية اللي بدها تنفذ هذه الأمور حيكون عندها مسؤولية وطنية وحيكون عندها حس وطني، مش حيكون ما حنكون نوصل لهون. يعني المشرع بكل الأمور اللي حطها بالدستور يعني قال حكومة تصريف الأعمال تصرف الأعمال بالحد الأدنى، معتبر أنه أكثر من 15 يوم أو 20 يوم ولا ممكن البلد يدل بلا حكومة. بس لما الحكومة بدها تدلها سنة وسنتين عم تصرف أعمال وبيظل أزمات مثل الأزمات اللبنانية اللي موجودة أكيد بدها تصير بالحد الأقصى وما بتلحق. يعني هاي شغلة. ونفس الحال اليوم بالنسبة لهيدا المادة 49، النصاب هو ثلثين بشكل دائم. بس بدل ما يجيب رئيس المرشح 86 صوت مثل الدورة الأولى بدل النصاب 86 وبيقدر ينجح ب 65 صوت، وهيدا الشيء كرمال انه يسهلوا عملية الانتخاب. ولكن وجود الثلثين هو ما يعطي الغطاء للعملية الانتخابية او الميثاقية للعملية الانتخابية، لانه الثلثين بيضموا كل شرائح صحيح. ولكن يعني كمان اليوم يقال بانه الدستور كمان عم بيقول انه لا ينتخب ب 86 صوت بدهم 86 صوت باول دوره، بالدوره الثانيه ب 65 شرط ان يكون 86 نائب حاضر. يعني هيدا اللي حاولوا يشتغلوا عليه كثير، لانه اليوم اذا بدنا نقول انه النصاب الرئيس ميشيل عون قد ايه انتخب بوقتها؟ لا انتخب ب 86 6 واكثر أكتر. وكان النصاب 86 طيب. وكان مزبوط. لا كانت العملية ميثاقية 100%. طب اليوم في ينتخب بال 65؟ إذا صار في إذا أما النصاب ال 86 ليك ما أنا حقول لك ليش هون القصة ليش كلها ليش يعني. نصاب ال 86 أي. طيب نحن اليوم بالمجلس النيابي 64 نائب مسلم و 64 نائب مسيحي. طيب إذا اتفقوا السنة والشيعة والدروز والعلويين على مرشح، المسلمين اتفقوا على مرشح وقدروا استقطبوا نائب مسيحي
وكان في عنا فريق مسيحي عنده شعور وطني بأنه ما بده هو يفقد النصاب وبده يدل عما يأمن النصاب. طيب هل يعقل اليوم بأنه رئيس جمهورية مسيحي وماروني ينتخب ب 65 صوت بيناتهم نائب مسيحي واحد؟ لا لا أكيد هذا كمان إذا كان أي. الأمر بالعكس هل يعقل بأن ينتخب مسيحيا والمسلمين كلهم مش ضده؟ كمان مش مزبوطة وما رح تحصل. لما بتكون العملية كلياتها لا هيدا أنا عم بحكي على نصاب الـ 64 صح إيه. فممكن يجوا المسيحيين لوحدهم وممكن يجوا المسلمين لوحدهم ويجيبوا معهم نائب مسيحي أو نائب لا ما رح تحصل بهذه هيدا الأمر صحيح. يلي ممكن ياخد البلد على مخاطر كتير كبيرة. لذلك نحن أمام 86 موجودين عطول هذا النصاب أوكي. هلأ بالـ 65 حضور هدول ممكن يضيف الميثاقية حتى لو كان في خلل شوي بالأصوات يلي عمينا للمرشح. خليني فوت على أول فاصل إعلاني بنرجع منكمل حديثنا فاصل ونتابع. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم. بدي رحب فيك مجددا أستاذ غسان رئيس موقع سفير الشمال أستاذ غسان ريفي. واسمح لي كمان بدي أخذ أيضا معي الخبير المالي والمصرفي الأستاذ نسيب غبريل. صباح الخير أستاذ نسيب. صباح الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدين إذاعة الـNBN. أهلا وسهلا فيك. طبعا يعني الأزمة كبيرة ولبنان يمر بوضع مالي سيء يعني مثل ما بنعرف كلياتنا، إذ على الدولة ديون لا تدفعها ولديها استحقاقات أيضا إن كان بالعملة اللبنانية وإن كان أيضا بالدولار. قديش اليوم الدولة قادرة أم أنها عاجزة عن تغطية كل هذه الاستحقاقات؟ وإلى أي مدى أيضا ستبقى قادرة على دفع أجور القطاع العام بظل رفض المصرف المركزي تمويل الدولة؟ اولا بدايه سؤالك بدي ارجع لاذار 2020 وقت الحكومه السابقه اخذت قرار التعسر عن تسديد سندات اليوروبونز يلي وضع لبنان على هامش النظام المالي والمصرفي والتجاري الدولي، واصلا يعني كان في صعوبات للدوله اللبنانيه تتدين على الاسواق العالميه، صار مستحيل من بعد هكذا قرار. وسمعنا مؤخرا حاكي مصرف لبنان بالانابه عم بيقول منه مستعد كمصرف لبنان يدين الدولة لا بالليرة اللبنانية ولا بالدولار، وحتى لو في تغطية قانونية مثل ما كان مطروح من أشهر. بس بالرغم من هالمواقف هيدي وهالوضع هيدا، الدولة عندها إرادات ولكن الحكومات المتعاقبة أهملتها. صحيح اليوم في حاجة لتغطية نفقات عديدة مثل ما تفضلتي، كتلة الرواتب والأجور لتقريبا 350 ألف شخص بالقطاع العام، وحاجات الكهرباء، حاجات وزارة الصحة ووزارة النقل وغيره وغيره. بس اليوم ما فيها يعني ما فيها الحكومة تفرض ضرائب مثل ما عملت بموازنة 2024 تحت حجة أنه بحاجة لزيادة الإيرادات. في مصادر الإيرادات مهملة مش من قبل هاي الحكومة، من قبل الحكومات المتعاقبة. أولا مكافحة التهرب الضريبي، ثانيا تطبيق القوانين، في قوانين موجودة بتؤدي إلى إيرادات إلى الخزينة لا تطبق، ثالثا مكافحة التهرب الجمركي والتهريب عبر الحدود بالاتجاهين، تفعيل الجباية. بال 2018 في تقرير عن البنك الدولي بيقول انه في فواتير غير مدفوعه لمؤسسه كهرباء لبنان بمليارين و400 مليون دولار، مليارين دولار من القطاع العام ومؤسساته ووزاراته و400 مليون دولار من القطاع الخاص. ايضا في موضوع فرض ضريبه استثنائيه على كل من احتكر وخزن وهرب السلع المستورده اللي كانت مدعومه وادت الى استنزاف جزء كبير من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه، وفرض ضريبة استثنائية على كل مؤسسة سددت قروضها اللي أخذتها بالدولار
سددتها بالليرة اللبنانية أو بشكل صحيح. هيدا الموضوع بدي أحكيك فيه، ولكن خليني بس خلي السؤال الأول لأنه حطيت لك يعني هيدا الموضوع رئيسي وأساسي بدي أسألك عنه اليوم. نحن لا شك أنه نحن بمأزق كبير جدا مع عدم قدرة الدولة طبعا على تأمين أو سد التزاماتها، طبعا في الأجور مثل ما حكينا، في عنا الأدوية، في عنا كتير أمور الدولة كانت يعني تأمنها. شو هي الاحتمالات اليوم أمام الدولة لسد هذه يعني الاستحقاقات؟ هل يمكن أن يعيد مصرف لبنان تمويل الدولة من خلال طبع الليرة اللبنانية؟ هل هنالك إمكانية وهل في قانون سيسمح له بذلك؟ أول وأسرع إجراء غير يلي عددتهم بالأول اللي بجوز بيطلبوا صح شوية لأنهم وقت. صعبين يعني إذا بدها تعملهم كانت عملتهم الدولة. منهم صعبين، بدهم إرادة سياسية، منهم صعبين. الأسهل إجراء وأسرع إجراء هو فتح الدوائر الرسمية بشكل مستمر. يعني لا يمكن دوائر رسمية مغلقة صار لها سنتين مثل الميكانيك نهار مثلا نهارين وبعدين ترجع بتسكر. هيدي المصدر الأساسي للخزينة، الدوائر العقارية، الدوائر الضريبية، صح. الميكانيك، تسجيل السيارات وغيرها وغيرها من الدوائر صحيح الرسمية. صحيح، النافعة قصدي أنا. هذا اللي بيؤدي إلى إلى إيرادات إلى الخزينة. في شركات مش قادرة تدفع ضرائبها اليوم لأنه المالية مسكرة. يعني في صحيح يجب دعم القدرة الشرائية لموظفين وعمال القطاع العام، أنا كليا مع هالمبدأ هيدا، بس كمان يعني ما في يكون الدوائر مسكرة ونقول نمنا نجيب تمويل لحاجات الدولة. حكي مصرف لبنان بالإنابة كان كتير واضح، الشهر الماضي استطاع انه يدفع اجور ورواتب موظفين القطاع العام بالدولار، بس قال باخر اطلاله اعلاميه لإله انه في وزارات اخرى بحاجه انها تحول الليرات اللبنانيه اللي عندها اياها لدولارات لحاجتها مثل وزاره الطاقه. صحيح، وراحت الباخره اللي كانت موجوده بلبنان لان ما قدروا امنوا لها يعني التمويل والايرادات لها، يعني ما تحولت. هذا يعني الموضوع الباخره موضوع اخر، موضوع الباخره موضوع اخر، بس اليوم قال علنا حكي مصرف لبنان بالانابه انه في وزارات اخرى بحاجه الى دولارات، من وزاره الطاقه الى وزاره الخارجيه الى وزاره الصحه الى وزاره الاشغال الى وزارة التربية الى ايضا بدها. طيب يعني هل الرومي رح يروحوا على الطبع؟ هل رح يروحوا على الطبع؟ انا 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 برايي يلي عم بيصير انه مصرف لبنان خفض ب 30% الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، قدر يسحب هذه 30% من الكتلة النقدية أول 7 أشهر من السنة الحالية، وضخ دولارات، وهذا صار من خلال منصة صيرفة يعني اليوم متوقفة. فيعني هذا سمح إنه يكون لدى مصرف لبنان كتلة نقدية كبيرة بالليرة اللبنانية، وضخ دولارات بالاقتصاد للحفاظ على استقرار سعر الصرف. طب هل هيدا الشهر يعني قال كمان انه مؤمنين، ولكن يعني عم بيقولوا شهرين زمان وما راح يعود يقدر يأمن يعني هذه الدولارات، صح؟ صحيح صحيح. النقطة الأساسية هون انه قال الحاكم انه على السلطات التشريعية والتنفيذية تتعاون مع مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان لحاله ما في يحمل هالعبء. واصلا صندوق النقد ببيانه الصحفي بعد زيارة وفد له بأذار الماضي قال بشكل كتير واضح يجب تعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة النقدية لتطبيق الإصلاحات من أجل بدء الخروج من الأزمة. اليوم العبء كله عم بيكون على السلطة النقدية، عم تجي السلطة التنفيذية تقول بدنا 100 مليون، بدنا 10 ملايين، بدنا 50 مليون دولار. شو بيعمل؟ شو كان يعمل مصرف لبنان قبل؟ كان ينزل على السوق ويشتري دولارات يطلع سعر صرف الدولار. اليوم اللي عم يعملوا الحاكم بالإنابة بعده عم بيشتري دولارات من السوق، ولكن بشكل طفيف وتدريجي وليس بشكل كبير ومباشر ودفعة واحدة. وهذا يلي عم بيساعد مصر لبنان انه ما يستخدم الاحتياطي الالزامي ويقدر يأمن حاليا مثل ما تفضلتي الاجور والرواتب للقطاع العام، على الاقل هي الاولوية اليوم طبعا. طيب اليوم يعني ان شاء الله يقدر يضل يأمنها. اليوم مثل ما بيقولوا او مثل ما بيقول المثل انه المفلس يعاود البحث دائما بدفاتره القديمه بحثا عن اموال طواها النسيان. اليوم في مقترح بدا يتم التداول به ويمكن لاقراره ان ينصف اذا بدنا نقول المودعين ولو جزئيا، هي ضريبه على القروض المسدده بالليره او باللولار.
تدر 7.5 مليارات دولار. هذا الاقتراح يعني عم يتشاور فيه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع جمعيات المودعين، وهو مقترح فرض هذه الضريبة. برأيك قديش هذا المقترح سيسلك طريقه؟ وهل فينا نرجع هيك نقول لهم يعني للمقترضين يعني بدكم ترجعوا تدفعوا ضريبة من أول وجديد؟ أولاً أنا كلياً مع هذا الطرح، وكان لازم يكون هذا الطرح من ضمن موازنة 2023 أو موازنة 2024. صندوق النقد سمى هالعمليات هيدي إعادة توزيع الثروة بلبنان من المودع إلى المقترض. يعني معقول مقترض شركة أخذ ملايين الدولارات قروض بتسددهم بالليرة اللبنانية أو بجزء بسيط من قيمتهم الحقيقية؟ هيدا ساعد القطاع الخاص بصراحة على الاستمرارية بالأزمة الحالية، بس كمان هيدا ما له عدالة اجتماعية. يعني أنا أكيد أنا كلياً مع هذا الإجراء، ومع أيضاً فرض ضريبة استثنائية على كل من احتكر وخزن وهرب السلع المستوردة يلي كانت مدعومة من قبل مصر لبنان. هيدا كمان استنزف الودائع، لكن هيدا الشيء حصل بتشريع يعني وبقانون يعني من المجلس النيابي، وسددوا يعني أموالهم على الليرة اللبنانية. لا موضوع الدعم، لا موضوع الدعم في جهات تسديد القروض، تسديد القروض على 1005 تم بقانون، تم بتعميم، تم بتعميم وبقرارات قضائية بعد انفجار مرفق بيروت. مصر في لبنان اصدر تعميم لتخفيف الاعباء على المواطنين، سمح لهم انه يسددوا قروضهم السكنيه والشخصيه اللي اخذينها بالدولار على 1500. بس بالنسبة للشركات يعني ما في شيء طلع قانونيا لتغطية هذا الشيء. في وضع قائم على الأرض، وطلعت بعض الإجراءات القرارات القضائية سمحت لهم أنه يسددوا هذه القروض، يمكن قرارات قضائية. طب اليوم هيدي القروض قديش بلغت؟ لأنه في جدل حول، البعض عم بيقول هي 30 مليار، البعض الآخر عم بيقول أنه هي 15 مليار حسب صندوق النقد. هيدي طبعا تم تسديدها على حساب المودعين الذين لا يعلمون يعني طبعا متى سيستردون أموالهم. اليوم إذا بده يتم التعامل مع هذا المقترح بطريقة عادلة، شو هي نسبة الضريبة اللي يمكن أن تفرض يعني على هؤلاء المقترضين المستفيدين طبعا، ووفق أي آلية؟ أولا إذا بتشوفي محفظة القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، بنشوف أنه الشق بالدولار تراجع 80% من أول 2019. يعني اليوم بشكل 7 مليارات و500 مليون دولار تقريبا محفظة القروض المتبقية للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية بالدولار، وتراجعت هذه القروض بالليرة اللبنانية شيء 70%. ف لا اكيد يعني في مبالغ كبيرة ضخمة سددت بهالطريقة هيدي. واما بالنسبة لقديش ممكن يعني تؤدي الى ايرادات الضريبة وقديش لازم تكون، بهيدي انا بتركها لمصرف لبنان ووزاره الماليه. وقريت اليوم بعض التقديرات، ما بعرف ان شاء الله يقدروا يحصلوا هالمبالغ هيدي اللي تتداول اليوم، بس ما بعرف، شك انا بهالارقام الضخمه، بس ضروري يكون في اجراء بحقق ولو جزء من العداله للمودعين. طب اليوم برايك استاذ نسيب، هل رح يميزوا بين اصحاب القروض الكبيره والشركات وكبار التجار والصناعيين اللي سددوا على 1005 وبين الأفراد الصغيرة؟ يعني في ناس كتير يمكن كان عندها قروض سيارة، قروض منزل، قروض شخصية، ولكن هن اللي استفادوا الأكثر هن الشركات، التجار، الصناعيين، هن اللي استفادوا، متمولين كبار. مظبوط، وبفتكر المعلومات كلها عن مصرف لبنان، يعني منا معلومات غامضة أو منا متوفرة، كله متوفر. وكل شركة قديش سددت وبأي طريقة كله معروف. هلا إذا يشمل هالشيء الأشخاص يلي سددوا قروض شخصية بالليرة، ما بعرف مثل ما تفضلت يعني حسب المبالغ وحسب أنواع القروض، بس ما بدي أسترق الأمور. أنا بخلي مصرف لبنان هو يعالج هالموضوع، وأنا يعني هيدي خطوة بعتبرها إيجابية إنه انفتح هذا الموضوع. أها، يعني اليوم ممكن للدولة أو للقطاع المصرفي يعني أن يسترد جزء من الأموال، لأنه بيعتبروا أنه هيدي كانت خسارة كتير كبيرة على المصارف، صح؟
صندوق النقد يلي قاله مش بس في المصارف، بس بكرر في موارد اخرى للدوله غير هالموضوع يجب اللجوء اليها، وهي مهمله من عشرات السنوات. هلا الوقت يعني لا مصرف لبنان مستعد يدين الدوله، ولا قدر الدوله تتدين من الاسواق الماليه. المشروع اللي قدموه النواب الحاكم الاربعه بتموز الماضي بيقول انه يجب اقرار موازنه متوازنه، لا موازنه المشروع موازنه 2023 متوازن في عجز، وموازنه مشروع موازنه 2024 ايضا في عجز. يعني يجب ان يكون هالقرار من مصرف لبنان حافز على الحكومه انه يكون ما يكون في عجز بالموازنات. صحيح، ولكن يعني هذه الموازنات عم بتكون كلها يعني عم تفرض ضرائب جديده يعني على الناس، ما عم بتروح على اللي صحيح. حضرتك عم تحكي عنهم ايرادات الدوله، وحتى ايرادات الدوله كلها بتكون يعني بالليره اللبنانيه. للاسف موازنه 2023 زاد فيها الضرائب والرسوم بسبب تراجع سعر صرف الليره، يعني تحت شعار تراجع سعر صرف الليره والتضخم، ولا يمكن دفع معاملات الدوله على 1500 ليره بقى، وهذا شيء صحيح. بس موازنه 2024 يعني فيها ضرائب ورسوم لا تعد ولا تحصى، وجزء منها بالدولار. فيعني القطاع الخاص، الاقتصاد، الافراد، العائلات مش قادر تتحمل ضرائب اضافيه بهالوضع. هيدا لازم يكون الموازنه جزء واحد من اهدافها، ليس فقط زياده ايرادات الخزينه، بس تخفيف العباء التشغيليه عن كاهل القطاع الخاص ليقدر يستمر بهالوضع لتبدا العمليه الاصلاحيه. هلا من جهه ثانيه يعني ما حدا بيعرف ايمتى راح مجلس النواب يستطيع انه يناقش ويصوت فعليا على موازنة 2023 أو موازنة 2024 بالوضع الحالي. طيب يعني تنشوف شو ممكن أنه يحصل. نحن خلص وقتنا، بدي أتشكرك أستاذ نسيب غبريل الخبير المالي والمصرفي على هذه المعطيات. شكرا لك. شكرا. يعني هيدا بالشق إذا بدنا نقول يعني المالي والمصرفي، شو رأيك بهيدا الموضوع؟ الحكومة لأول مرة من 20 سنة بتعمل الموازنة ضمن المهلة الدستورية. من 20 سنة ما عملت موازنة ضمن المهلة الدستورية بالرغم أن حكومة تصريف أعمال، وبالتالي اليوم على مجلس النواب يعني أكيد الحكومة الموازنة تبعيتها منها منزلة. الحكومة بتشوف وفق رؤيتها، يعني اليوم الحكومة في عندها مبالغ مالية بدها تدفعها، حاكم مصرف لبنان ما بده يعطيها مصاري، هي برقبتها تمشي القطاع العام يلي ما بتقدر تغيب عنه يمكن ولو يوم واحد، صح. تتأخر عنه بالرواتب وخصوصا يعني. بهذا الإطار فهي حطت الصيغ يلي بتقدر تخليها تشتغل. هلأ اليوم دور مجلس النواب، طيب نحن اليوم لأمتى مجلس النواب بده يدل مسكر على حاله ومنه عم رافض يناقش الموازنات، وبيطلع 100 واحد بيطلع بينتقد الموازنة وبيكون نائب. انت ما شغلتك تنتقد الموازنة هون، انت شغلتك تروح على مجلس النواب بالهيئة باللجان وبالهيئة العامة، يا بتقرها مثل ما هي يا اما بتحط عليها تعديلات. انه واصلين لمشكلة كتير كبيرة، يعني اليوم يجوا على قدام اللي عم يحكي على الجلسات تماماً التشريعية. هذا هو انا يعني اليوم لوين بدنا نوصل؟ انا لما قصدت بالمعارضة السلبية انا عم اقول انه انت عم ترفض كل شيء. يعني الحكومة نحن اليوم عم نتأرجح ما بين الحكومة لحديت اليوم بعد كل اللي عملته وبعد كل اللي عم تعمله، حكومة شرعية ولا منها شرعية ولا ميثاقية ولا بحق لها تجتمع ولا تصريف أعمال بحق له الرئيس يمضي مراسيم. يعني بعضنا عم يعني نحكي بعيد جدا عن الأزمة. اليوم حتى النواب فينا نشرع من دون بغياب رئيس الجمهورية ولا ما فينا نشرع، ولكن بتشوفي التيارات السياسية لما كان عندها مصلحة بأنها تأجل الانتخابات البلدية يلي ما كان بدها إياها واللي كلهم ما كان بدهم إياها، شفنا كيف اجتمع وكيف تشرع وكيف على القطعة اليوم عم يتعامل على يعني القطعة أو غب الطلب. ولكن يلي عم يحكيه الأستاذ غبريس يعني نحن عم نشوف البلد عم ينهار
وعم نشوف مؤسسات البلد مشلولة. انت اليوم بدك تروح تدفعي ضريبتك ما فيك تدفعي، بدك تروح تسجلي سيارتك ما فيك تسجلي، بدك تروح تجددي دفتر السواقة ما فيك تجددي دفتر السواقة، كله معطل يعني، كله معطل. طيب وهذا كله بيجيب مصاري، كلياته هيدا بيجيب مصاري للدولة. يعني انا عم خلي مؤسسات البلد تتحلى، عم امنع اي ايرادات تفوت على الدولة، عم بمنع الحكومة تجتمع او عم عرقلها، عم امنع مجلس النواب يشتغل، عم اسمع رؤساء دول، ورؤساء دول يعني مش اي دول، صح. عم تطلع وتحكي وتقول مثل كلام امير قطر يعني البلد على وشك الزوال، ولا البلد على وشك الانهيار والخطر، مثل ما حكي الشيخ تميم امبارح الخطر أصبح محتقا بمؤسسات الدولة في لبنان. طبعا يعني، يعني نحن اليوم امام بلد رايح على الارتطام الكبير ورايحين على الفوضى الشاملة، وهيدي الفوضى الشاملة اللي ما حدا بيعرفها، واللي عم يغالي بموضوع التحريض والشحن. خليه يرجع شوي للتاريخ ويشوف كيف كان الكبير يقول للصغير كيف كنا نقعد بالبيت ونقعد بالملاجئ وما نسترجي نطلع، وكيف ياخذوا المراه ياخذوا اولادها قدامها ويقتلوهم ويعدموهم على الحيطان. هيدي كلياتها ما في، هدول يلي كثير عم يتشدقوا بالتحريض وبالشحن الطائفي والمذهبي، خلينا نرجع نذكرهم بهذا الموضوع، وخلينا نرجع نذكر بانه نحن اذا البلد راح وين نحن، شو بده يصير فينا، نحن شو مصيرنا، شو مصيرنا يعني، او مين بده يجي يحط ايده علينا وما الى ذلك. للاسف امام كل هذه المخاطر بتلاقي بعض التيارات السياسيه ولا كانه بيعني لها الامر. يا عمي الناس انتخبتك مش لتخرب البلد، الناس انتخبتك مش لتحقق مكاسبك ومصالحك الشخصية. صحيح، ولكن هيدي هي اللي النظرة الخاصة لكل فريق اليوم نحن واقعين فيها، وفي انقسام كبير. يعني فريق الممانعة إذا بدك مثل ما هن مسمينه، يعني بيقول، يعني هو عم بيقول إنه نحن أمام يعني مسألتين، يعني في وضع إنقاذي وفي وضع تقسيمي وخطر على لبنان، أي وضع أنت بتنقي. في عندك الفريق الآخر اليوم حاطط معادلة اللي هي السلبية الشاملة إلا لحين انتخاب رئيس للجمهورية. ما بنقدر، بقلك هيدي هي اللي حكيناه من البداية، بنبلش نحكي، ما هي اللي حكيناه من البداية. أنت ما عندك مجلس نواب، لا لك فيه أكثرية ولا الفريق الآخر عنده أكثرية، يعني أنت لا فيك تكون موالاة ولا فيك تكون معارضة إذا انتخب رئيس جمهورية. ونحن هذا البلد محكوم بالحوار، وهذا اللي استشرفه الرئيس بري من طيب، من فترة طويلة جدا، واللي ترجمه اليوم. ليش هيدي أول مرة الرئيس بري بيدعي فيها للحوار؟ لا أكيد منا أول هيدي مرة، هيدي يمكن ثالث مرة بيدعي فيها للحوار، وحزب الله دعا قبل كمان اقترح موضوع الحوار. طيب آخر هالمعارضة السلبية شو؟ يعني بدهم حرب أهلية، بدهم انه فوق الأزمة، فوق الموتى عصة قبر، يعني فوق الأزمة الاقتصادية وانهيار البلد وشلل المؤسسات. إسا الناس الموتى عصة قبر، يعني إسا فوق ما الشعب اللبناني ميت ومنه عم يقدر ياكل ومنه عم يقدر يشتغل ولا يعمل شيء، إسا تعملوا له حرب أهلية ما يقدر ينزل من بيته حتى تموت الناس ببيته جوعا، يعني آخر شيء. فهيدا الأمر هون بقى بتبين وين المسؤولية الوطنية، هون بتبين كل مين شو عنده أجندة عم ينفذها. ما بعرف يلي طيب ما بدك الحوار، اقترح بديل تاني. بيقترح البديل انه منروح على الانتخابات، صح. ما بتزبط الانتخابات، بدل سنة وسنتين ما بتزبط الانتخابات. ليش هن بيعتبروا؟ اعطيني حل، ما في حل. صحيح، ولكن احنا بنسألهم يعني وبنحاول انه نستطلع رأيهم بهيدا الموضوع، كون انه هي في معضل، يعني انه كيف بدك تروح على انتخابات بهيدا الانقسام. بالنتيجة بيقولوا لك خلي يكون في جلسة انتخاب ودورات متتالية ورا بعضها، وهو داخل المجلس النيابي وهن قاعدين النواب، ممكن كتير يعني في عنا فريق رمادي
هيدا الفريق الرمادي ممكن تميل الكفة للمعارضة أو ممكن تميل الكفة وقت لما للموالاة ويروحوا إلى تسمية بس ينحشروا، يعني قصدهم بس ينحشروا داخل المجلس ممكن يصوتوا لهذا الفريق أو لهذا الفريق. هيدا اللي معولين عليه. صرنا عاملين 12 جلسة والجلسة الأخيرة كانت خير دليل. صحيح حداً جلسة 14 جلسة ولكن عم بيعولوا انه هاي مرة تتغير لا الأمور. لا حدا كيف بدها تتغير يعني بس ينوضعوا تحت المجهر وانه دورات متتالية وما في فلة من البرلمان الا ما ينتخبوا رئيس للجمهورية، رح يضطروا مثل الانتخابات اللي بتصير بالفاتيكان انه حتى يطلع الدخان الابيض. فرق كثير كبير ما بين اللي بيصير بالفاتيكان وبين هيدا الفريق الرمادي الا ما يذهب يعني وتميل كفته يا لهيدا الفريق يا لهيدا الفريق الرمادي لو بده ينتخب منه ناطر جلسه وجلستين وثلاثه حتى ياخذ قرار. هيدا الفريق الرمادي موجود وكان فيه يغير. نحن صرنا كان الرئيس الراحل سليمان فرنجيه يقول النهر يلي باوله ما بيجر خشاب باخره ما بيجر عشاب. فبالتالي الجلسات 12 يلي ما انتخبت رئيس كما يجب لا كمان هلا عم بتسد لهم الافق وحددت المواقف. لا يعني ما اليوم نحن اليوم بحركه دائمه بموضوع رئاسه الجمهوريه. يلي بده يغير رايه ما ناطر اذا عملت له جلسه ولا اثنين ولا ثلاثه يغير رايه. لا نحن اليوم امام معضله حقيقيه، لا يمكن ان نصل إلى انتخابات رئيس جمهورية إلا إذا قعدنا مع بعضنا. أما هيك مثل ما قلت لك بيطلع علينا من دل حوار الأيام السبعة بيصير انتخابات الأيام السبعة ويمكن ما بيروحوا على بيوتهم وبيدل المحضر مفتوح وما بينتخبوا رئيس وحدل النتائج مثل ما هي. لأنه هيدا الانقسام، لأنه نحن منا واصلين إلى قواسم مشتركة. المفروض أن نصل إلى قواسم مشتركة عبر برنامج عبر مواصفات عبر أسماء ممكن نحن ساعتها ليش يمكن ندخل إذا طرح يعني اسم رئيس مقبول ممكن يروحوا إلى انتخابه يعني. طيب تعال أقول لك اليوم مين الرئيس المقبول المطروح يلي صار لهم 12 جلسة عم يحكوا بالانتخابات وبتعطيل الانتخابات، هن مين انتخبوا؟ قديش عجاب اللي هن تقاطعوا على جهاد أزعور يعني قاطعوا على جهاد أزعور جاب 59 صوت. في حدا بيتقاطع على جهاد أزعور وبيروح بيطرح رئيس تاني على جهة إقليمية معينة؟ مين اقترحه؟ التيار الوطني الحر. ايه شو كان كان زياد بارود. هلا التيار الرئيس الوطني الرئيس زياد بارود الرئيس ميشيل هون لما راح عند الرئيس الاسد قبل انتخابات 12 هيدي قيل ولكن حزيران. ما في شيء مؤكد استاذ غسان، ما حدا يعني. ما حدا نفاها يعني لا ما حدا نفاها ما حدا نفاها. انا اليوم لما بيطلع حديث من هذا النوع بيطلع حدا بينفي هذا رئيس جمهوريه سابق وعم يحكي مع رئيس ولكن بمداولاتهم وبمواقفهم ولا مره سمعنا يعني قالوا اسم زياد بارود. ولكن اليوم موضوع التقاطع ما كان لجهاد أزعور يعني مع احترامي الكامل لمعالي الوزير ومنحبه ومنحترمه، ولكن هو كان يستخدم لقطع الطريق على سليمان فرنجية. اجت الرياح بعكس ما اشتهيت هيدي السفن، فاجت الجلسة 12 حزيران لتكرس ترشيح سليمان فرنجية بدل ما تقطع الطريق على سليمان فرنجية. طلع بأنه جهاد أزعور مع حفظ الألقاب لديه 59 صوت قابلة للتنازل أو للتراجع نتيجة التقاطع الهجين يلي صار عليه واللي ما حدا مقتنع فيه واللي ما حدا كان عم يوثق بحدا واللي كانت الأمور بيناتهم من أسوأ ما يمكن، ومنه التهديد اللي صار من قبل سمير جعجع على جبران باسيل بأنه إذا بيتراجع عن التقاطع الله أعلم شو بدنا نعمل، ضل نأزين منه لآخر دقيقة ضل نأزين منه. وكرست بالنهاية 51 صوت قابلة للإزدياد سليمان فرنجية. وعلى هذا الأساس اليوم هل 51 طيب. صوت موجودين سابتين لسليمان فرنجية؟ خلي بدل ما تكون
عملية التقاطع مع أزعور، غب الطلب لما مننحشر نطلع من أولى، خلينا نطلع نقول يجتمعوا المعارضة ويجتمع معهم التيار الوطني الحر إذا بيقدر على اسم جديد، على اسم يكون منافس جديد لسلمين، يكون منافس لسلمين. بدي أسأل عن هذا الموضوع بالتحديد، ولكن خليني فوت على آخر فاصل إعلاني، بنرجع نكمل حديثنا. فاصل ونتابع. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة السياسة اليوم مع ضيفي الأستاذ غسان ريفي. أستاذ غسان، باللي كنت عم بتقوله آخر شيء، إلى أي مدى صحيح وبحسب مصادر للمعارضة عم بتقول إنه الجهود القطرية اليوم وعبر إيران تحاول إقناع حزب الله بعدم التمسك بفرنجية، لأنه التمسك به يعني تمسك المعارضة بالمرشح جهاد أزعور اللي بتعتبره هي مرشح توافقي بامتياز من بعد ما تخلت عن ميشال معوض واللي كان بيعتبره الحزب مرشح تحدي، يعني اليوم بيعتبروه أنه هو توافقي. مين بيعتبروه توافقي؟ جهاد أزعور؟ الفريق الثاني المعارضة يعني مع بالتقاطع مع التيار الوطني الحر بيعتبروا انه جهاد أزعور هو توافقي وليس تحدي. كيف اعتبروا توافقي وفي فريق كامل بالبلد ما بيقدر انه منه مرشح تحدي مثل ميشال معوض ما كان مرشح هيك هن بيعتبروا يعني ما بدنا نسيء لحدا. ولكن هل جهاد أزعور خارج المنظومة؟ هيدا اللي بيحكي جبران بسيل. ولكن هل يعتبر تحدي مثل ما كان يعتبر ميشال معوض؟ منه تحدي بدك تشوف خطابه يعني. ليش نحن سمعنا منه خطاب ما سمعنا مثلا؟ ولكن يعني معروف واحد بده يترشح على انتخابات رئاسة الجمهورية ما بيطلع بيقول برنامجه ما بيطلع بيقول موقفه من موضوع النازحين، ما بيطلع بيقول موقفه من موضوع السلاح، ما بيطلع بيقول موقفه من الأزمة الاقتصادية، نحن ما سمعنا منه شيء. هلا ولا أي مرشح طلع وقال برنامجه أو موقفه يعني أو يعني في حكي شو بده يعمل معروفة يعني. في ناس معروف شو عم شو عندها ومعروف كيف توجهاتها، ولكن انت اليوم يعني مثلا قائد الجيش مطروح وين طلعت سمعت مثلا برنامجه؟ قائد الجيش بيكفي انه هو قائد الجيش. لا هيدا ما بيكفي، لا العالم بدها تسمع انه قائد الجيش كمان يعني. المهم اليوم التخلي عن فرنجية وعن شرط الحوار يفتح باب للتشاور وتوصلا الى رئيس توافقي، هل ممكن هيدا الشيء عم بيصير يعني اليوم؟ نرجع لمعادلة الرئيس بري، لا استحقاق بفرض رئيس ولا استحقاق بفيتو رئيس. طيب فيتو على رئيس ما حدا لما راحوا متقاطعين على جهاد أزعور ما رفضوا لا الثنائي ولا حلفاء الثنائي رفض انه يفوتوا على الجلسة لانه هن عندهم جهاد أزعور. راحوا على الجلسة صحيح. اليوم طب اليوم الحوار تحديدا اليوم كلام الوزير جبران باسيل الأخير اللي كنا على أساس انه كان في إيجابية تجاه هذا الحوار وكان انه مستعد انه يشارك بالحوار، رجعنا مثل ما بيقولوا لنقطة الصفر وقال تعوا لحوار حقيقي وإلا بلا ما نشارك فيه، حوار ما فيه رئيس وما فيه مرؤوس خارج طاولة مستديرة بيقدر ياخد شكل تباحث ثنائي أو ثلاثي. يعني رجعنا إلى نقطة الصفر. حضرت رمضان هيدي؟ لا، ولكن يعني عم بيقول لك انه خلينا مثل ممكن ما عم بيقول لدريان انه نتشاور يعني هي مشاورات هي تباحث. انا هخبرك على شيء ما بده شكل حوار مثل ما مطروح. يطرح شو اللي يعني يطرح شو بده، لانه ضيعنا النائب جبران باسيل ضيعنا بشكل كامل، حتى في نواب من التيار الوطني الحر ما قدروا فهموا عليه شو كان بده، ما بيقدروا يفسروا المبادره تبعه، ما قدروا فهموا عليه شو بده وصار عندهم ازمه وعم يشكوا انه ما بقى يعرفوا يطلعوا شو بدهم يحكوا نتيجه التخبط بالمواقف. يعني النائب جبران باسيل بده الحوار مع حزب الله وبده يحافظ على تفاهم مرم خايل، بده يحط اجره بالمعارضه ليدل على التقاطع، بده يتواصل مع التغييرين والمستقلين وبده يبيعهم مواقف يمكن من كيسهم، بده اللامركزية الموسعة سلفا وبده تقر الحكومة وهو ما بيعترف بالحكومة لأنه منها ميثاقية ومنها شرعية، بده تعهد بده الحوار تاع الرئيس بري وساعة معه وساعة ضده ساعة فوق وساعة تحت، يعني عليه أن يحدد موقفه طبعا، لأنه اليوم يا أما النائب جبران باسيل عم يضيع وقت وعم يشتري الوقت لحديت ما يقدر يسحب ورقة قائد الجيش من السوق الانتخابي
بالوصول إلى 10-1، وبالتالي هو بيروح على بيته نتيجة انتهاء ولايته. فطبعا لما بيرجع قائد الجيش بيروح على البيت بعد انتهاء الولاية، تتراجع حظوظه من لرئاسة الجمهورية. ليش تتراجع مثل ما حظوظه يكون مثل ما يكون باليرزة؟ هيدي الشكل ويعني صحيح، ولكن إذا انتهت ولايته ما بيصير مرشح عادي. هيدا شيء متعارف، هيدا شيء متعارف، هيدا شيء متعارف عليه. لذلك كان في يمكن حدا ما بعرف مين، يا أي مبعوث دولي أو إقليمي، قال إنه القائد الجيش سيبقى مرشحا حتى لو رجع على انتهت ولايته يعني. طيب وبعدين بنشوف شغلة أهم بأنه المواصفات يلي طرحها جبران باسيل بالخطاب يلي قالوا بانطلاقة الولاية، هيدي يعني لولا شوي بيقولوا سمى الجيرة وسمى الحي، ولولا شوي سمى جبران باسيل. يعني هيدي المواصفات هو اللي هو يعني شو عم يطرح هو على حزب الله؟ مشروع اللامركزية الموسعة. طيب صح، ومشروع هيدا بناء الدولة. بدي أسألك عنه اليوم. هيدا الحوار عم تقول انه هو عم يفتح حوار يعني مع حزب الله وكذا، وانه مضيع على الوقت. اليوم هل حزب الله يعني عم يتشاور معه للوزير باسيل بامور يعني معتبرها انه مضيع على الوقت يعني، او عم بيقطع وقت؟ انا ما قلت جبران وقت. حزب الله صادق بالتحاور مع جبران باسيل، لأنه حزب الله بده جبران باسيل يكون إلى جنبه، وبده يحافظ على تفاهم مرم خايل، وبده يحافظ على المكتسبات اللي عملها تفاهم مرم خايل. ولكن اليوم أنت بدك تشوفي جبران شو اللي بده. يعني أول ما طرح الحوار مع حزب الله طرح اللامركزية الموسعة، وطرح مشروع بناء الدولة، طرح الصندوق الائتماني. صح. يعني اكثر من يعني هيدا بده اتفاق طائف ثاني. ما بيقدر جبران باسيل وحزب الله لوحدهم مع الاحترام للاثنين يقرون. طيب اذا اجى قال له حزب الله انا بمشي معك بهذا الموضوع، بمشي معك باللامركزية الموسعة، رغم انه اللجنة المشتركة بعد ما توصلت لاي قاسم مشترك يعني حول هذا الموضوع. طيب كيف انت اليوم يعني انت عم تختصر البلد بحزب الله؟ طيب شو بتقول بكره للقوات اللبنانيه؟ شو بتقول لحزب الكتائب؟ شو بتقول للنواب السنه اذا هن مش مع اللامركزيه الموسعه؟ فبالتالي انت بدك تحدد خياراتك. لا، بدنا اياها سلف، يعني انت اليوم بتقول اعطوني الصندوق الائتماني واعطوني اللامركزيه الاداريه الموسعه وخذوا مني سليمان فرنجيه. طيب انت مين عم تبيع؟ هيدا بيعتبر انه هيدا مصالح يعني للبلد. طيب انت اليوم مين بده يعطيك اياه هون؟ القوات اللبنانية بتعطيك اياه هون، النواب السنة بيعطوك اياه هون. هي القوات يعني هو على اعتبار انه اليوم القوات اللبنانية ما راح تنضر من الاقرار اللامركزية الادارية الموسعة يعني، وهي عم تطالب بالفيدرالية القوات اللبنانية. بدك تشوف يعني القوات اللبنانية عندهم مشروع تاني تماما يختلف تماما عن رؤية جبران باسيل، انه قصدي ما راح تكون متضررة يعني اذا جبنا هيدا المشروع. بس هي الطرح، عملية الطرح. صحيح، هيدا يعني الطرح أنت ما بيختصر. أنا اليوم بيجي بقول له لحزب الله والله أنا بدي أتفق معك على قواسم مشتركة بالمطالب تبعيتي، وأنت بتقنع جماعتك وأنا بقدر أقنع جماعتي، وأنا بنتيجة هذا الشيء بعطيك سليمان فرنجي. طيب كل ما بيتقدم الحوار شوي هنقول الحمار على نتفي، كل ما بيتقدم الحوار شوي منروح نحن على تصعيد زيادة. كل ما منكون عم نوصل لقاسم مشترك معين بتلاقينا رحنا عملنا خطاب بهيئة تنسيق بمنطقة معينة، ورحنا على مزيد من التصعيد ومزيد من الشحن والتحريض يلي عم يصير. طيب هذا الأمر هل يؤدي إلى الحفاظ على تفاهم مرم خايل؟ هل يؤدي إلى انتخاب سليمان فرنجية مثل ما وعد حزب الله إذا بيعطوا المطالب اللي هو بده إياها؟ يعني الحزب ما طلع برات الطريق مع جبران باسيل بالرغم من الأخطاء التي تراكمت. يعني هل أنت حضرتك عم بتقول أنه ما طلع يعني غلطان مع يمكن الوزير باسيل أو غيره، ولكن هن بيعتبروا أساس المشكل بالأساس هو يعني ترشيح سليمان فرنجية؟ لا ترشيح، ما هو لم يعني هيدا يعني ما اساس ما كان ما بدي ارجع ما بدي ارجع للقبل لما اللقاء الشهير مع السيد نصر الله
لما قال له أنت عين وسليمان عين وأنت، وهو قال له أنا ما بدي ترشح، يعني ما بدنا نرجع صح. في كتير أمور اليوم برأيك لحديت الآن جبران باسيل يضمر غير ما يعلن. هو اليوم طيب مرشح جبران باسيل. طيب ولكن اليوم شو بقى كل هلف والدوران؟ ما يضمره هو عارف أكثر من غيره أنه اليوم ما رح يقدر يحققه، ولذلك هو عم بيحاول عبر مرشحين آخرين يكون يمكن بيرضى عنهم. ما عنده ولا مرشح آخر. طيب اليوم ما عنده جبران باسيل ولا مرشح آخر، ما عنده جبران باسيل إلا جبران باسيل. ليش راح انتخب جهاد أزعور بآخر جلسة؟ لو عرف جبران باسيل بأنه جهاد أزعور بيطلع رئيس جمهورية صدقيني لقطع أول واحد ولو القوات اللبنانية عرفت أنه جهاد أزعور لقطعت. جهاد أزعور كان عملية طيب. مواجهة ضد سليمان فرنجي لا أكثر ولا اليوم أكثر. الرئيس نجيب ميقاتي وببعض يعني المواقف لقاله قال أنه القوى المسيحية هي من تعطل الاستحقاق الرئاسي، بتوافقوا على هذا الشيء؟ يعني هلأ بدك تشوفي الرئيس ميقاتي من أي منظار عم يشوف. يعني الرئيس ميقاتي آخر الكل مؤتمن على هيدا البلد كونه رئيس حكومة تصريف أعمال. أي. يمكن خايف جدا على البلد يضيع من بين إيدينا بهذا الوقت، وهو مبارح بوجوده بنيويورك قال أنا سوف أطرح على دول العالم أن تضغط على القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية. هذا من باب المسؤولية الوطنية. وما بعرف أنا يمكن ما سمعت إنه الرئيس ميقاتي يمكن ما بعرف إذا حدا نقل عنه، ولكن ما بظن الرئيس ميقاتي بيحمل مسؤولية لطرف مقابل طرف. الرئيس ميقاتي يدعو إلى انتخاب رئيس بغض النظر عن من هو هذا الرئيس، لأنه بالنهاية هو خايف على هذا الكيان إنه ينهار. طيب. وخايف على هذا الهيكل يتساقط على رؤوس الجميع، وبالتالي هو يدفع باتجاه انتخاب الرئيس من دون أن يحمل مسؤولية. طيب بعد في بدي أسألك عن لقاء بالسفارة السعودية اللي جمع النواب السنة ومفتي الجمهورية والسفير السعودي، كيف شفت هيدا اللقاء؟ أولا إعادة تفعيل مشاركة السعودية يعني بالملف الرئاسي تحديدا بلبنان، وقديش قادر أنه يرجع يجمع النواب السنة تيكونوا كتلة لها كلمتها يعني إذا فينا نقول داخل المجلس بموضوع الاستحقاق الرئاسي؟ هلأ اللقاء كان فيه 21 نائب سني، وكان تحت عنوان تكريم سماحة المفتي لتمديد ولايته، وحضر لودريون، وطبعا السفير السعودي كان موجود. في عدة إشارات طلعت من هيدا اللقاء. أولا التناغم الفرنسي السعودي. صح، يعني في تناغم قائم على الملف اللبناني، وهذا يمكن يلي كمان زعج الأمريكي مثل ما بلشنا بالبداية لعمل هيدا الشغب على مهمة لودريون. الشغلة الثانية تؤكد أن السعودية مع الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، لأنه أن يفتح السفير السعودي دارته للنواب السنة وليجان إيف لودريون ويعطيه المجال لإقناعهم بالذهاب إلى هذا الحوار، فأكيد السعودية هي مع المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري. هلأ هل قدر هذا اللقاء يعمل خرق في بين النواب السنة؟ أنا بقول لا، ما قدر يعمل خرق أبدا، لأنه كل فريق دل على موقفه. وطبعا يعني هذا الحراك السعودي بالملف اللبناني يتعاطى فقط بشأن الحوار وبشأن التفتيش عن حلول والتفتيش عن قواسم مشتركة بين الأفريقاء، من دون مع اعتماد النائب النفس الكامل عن التسمية. صح. أو الضغط على لوصول أي مرشح، علما بأنه بالشكل أيضا أنا اعتبرت بأنه هذا اللقاء ربما أساء للنواب
السنة. ليش؟ لأنه كان يفترض بلودريون أن يلتقي بهم كما التقى بالنواب الآخرين. أما وقد حصل يعني هيدا أنا رأي شخصي. لكن هنا ما في كتلة محددة يعني من قبلهم. رأي شخصي. لا في بعض الكتل موجودة. في إمكانية يكون يعني يكون هيدا الأمر خارج دارة السفير السعودي كمان. ولكن بما أنه حصل لم يحدث أي خرق بالملف الرئاسي ولم يبدل مواقف يلي ضد الحوار ضد الحوار أي. يلي ضد سليمان فرنجية بقي ضد سليمان فرنجية اللي مع سليمان فرنجية دل مع سليمان فرنجية فبالتالي ما قدر هيدا يعني ما توصل لموقف مشترك أو لموقف جامع من هذا اللقاء وبالتالي كان لقاء مثل هيدي اللقاءات هذا كان مثل لقاء الخماسية ما أثمر يعني شيء لا لا ما 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 أثمر ما أثمر عن شيء ولا يعني هو ليكي أهم شيء الموقف الجامع ما كان في موقف ما جامع كان في وبالتالي هذا يبقي التنوع الموجود بين نواب السنة 27 وبعتقد أنا كل مين عنده الأجندة تبعيته أو الرؤية للملف الرئاسي وأنا بعتقد أنه ما يزال سليمان فرنجية يمتلك احتياطي استراتيجي زائد 51 صوت بأكثر من مكان ومن ضمنهم بعض النواب السنة اللي ما صوتوا المرة الماضية وكانوا واللي يعني بتربطوا فيهم علاقات كتير جيدة ولكن بدك بالنهاية كمان تشوفي السعودي يعني امتى بده يقول كلمته لحديت الآن السعودي مثل ما قلنا ما قال كلمته ينأى بنفسه عن كل الملف الرئاسي يساعد الفرنسي في تحقيق صحيح. الحوار ولكن ما قال بعد الكلمة أي متى بده يقولها أنا برأيي عندما يقول السعودي كلمته سيكون لدينا رأي جمهوري يعني ناطرين الموقف يعني هلأ اليوم بعد. في تسلية باللجنة الخماسية الأمريكي بيشغب على الفرنسي صح. الفرنسي بيواجه القطري القطري بيجي بياخد دوره ولكن بالنهاية السعودي مع التفاهمات الجديدة التي تحصل قام بها مع إيران أعتقد عندما يقول السعودي والإيراني سيكون لدينا رأي جمهوري صحيح يعني البعض بيعتبر أنه الإيراني هو ممثل اليوم داخل لبنان يعني إذا بدنا نقول بحزب الله وأنه الكلمة معروفة يبقى الموقف السعودي الواضح طبعاً. إذا ويبقى للأمريكي مثل ما قلت لك سيبة من ثلاث ركائز السعودي والإيراني والأمريكي له حق الفيتو والآن حتى الآن الأمريكي ما زال يمارس حق الفيتو ويبعد الفرنسي يبعد الفرنسي قليلا ثم يقدم القطري بعض الشيء ويمكن بعد يعني بالاجتماع الجاي يرجع القطري ويرجع يقدم الفرنسي الامريكي بيشتغل على الاصحاب صحيح يعني بدليل والكل بيشتغل عنده بدليل مثل ما الكل صاروا عارفين انه الموضوع الرئاسي بعده بعيد طالما ما عم تنقال يعني الامور اول شيء الحوار صار شوي بعيد يعني حتى حوار الرئيس بري أعتقد بأنه صار لتشرين أو لمنتصف تشرين يعني هذا الشيء بيخلي الموضوع مؤجل الرئاسة إن شاء الله تكون هدية عيد رأس السنة إن شاء الله يعني أسبوع كان حافل وسيكون حافل بالتحركات المحلية والإقليمية والدولية تجاه أزمة الرئاسة بلبنان ولكن توصل إلى نتائج إيجابية يبقى من دون ضمان حتى لو أعرب الجميع عن حسن النوايا. نحن خلص وقتنا بدي أتشكرك أستاذ غسان ريفي رئيس موقع سفير الشمال شكرا لك على هذه المشاركة معنا بالحلقة اليوم وأيضا مشاهدينا الكرام الشكر لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.